ويلا بينا، جه بقى وقت ميعاد سحب الجايزه. يا رب يا رب اتمنى الجايزه توصل لحد فعلا فعلا يكون مستاهلها ومستحقها. تعالوا بينا بقى نسمي بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله واضح ان الاتصالات كتير والاقبال كبير على المسابقه. بسم الله بالراحه بقى كده، ايه عشان نبتدي نخلط كله على بعضه. قولوا لي قلتوا ايه تاني؟ زي الفل. كمان بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الورق كله متقفل كويس جدا جدا. نحاول كده نخلط الدنيا ونجيب اللي فوق تحت واللي تحت فوق، والله المستعان بقى. بسم الله. ومعانا الفايز، تعالوا نشوف كده الرقم اللي طلع معانا. بصوا كده، هو ده الرقم. باين كده مش باين؟ ارفع شوية كده. تمام كده. طيب ده الرقم، ومين هيجي ياخد الرقم؟ يا سلام، هينورنا بقى أستاذ مصطفى الجمل مخرجنا الجميل. يا مرحبا. جمهوري بقى كله، شوف أستاذ مصطفى الجمل، يعني مش قادرة أقول لكم بقى الاحترام والأخلاق وكل والذوق كل حاجة والله العظيم. إيه رأيك في أكل النهاردة الأول؟ لا هندوق بقى بعد الفطار إن شاء الله. أكتر أكلة بتحبها في الحاجات دي إيه؟ إيه؟ لا انا ام علي بقى خلاص. خلاص كده تمام، ام علي زي الفل. زي الفل. تسلم ايديك يا شفاطر. نورتنا. الله يخليك. دلوقتي هياخدوا الرقم ويخشوا يتصلوا على صاحب الحظ السعيد ثلاث مرات، لو ما ردش هنضطر نسحب ورقه ثانيه. تمام، يلا بقى ان شاء الله خير كده ويرد علينا. يعني دي ثالث اتصال، لو ما ردش خلاص اوكي، يلا قولوا لي على طول اسحب ورقه ثانيه. خلاص طيب مفيش نصيب. بسم الله. رد، يلا بينا. الحمد لله. نصيب، ده نصيب. الو. الو. ايوه صباح الفل. صباح الهنا. مين معاكي؟ مدام فاطمة. ايوه ازيك، عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ كل سنه طيبه. الحمد لله. انتي طيبه، الف مبروك. الله يبارك فيكي، كسبتي جايزه مسابقتنا. الله يخليكي حبيبتي، اتحرمت منك يا روح قلبي. تسلمي لي، قولي لي انتي منين؟ انا من دمياط فراس كور. حبيبتي اهلا بيكي واهلا بكل اهل دمياط. كنتي متوقعه ان انت تكسبي معانا الجايزه؟ لا والله، بس بقيت ادعي، كان نفسي يعني اكسب فيها قوي. حبيبه قلبي، حبيبه قلبي، قولي لي بقى اخترتي مين؟ اخترتي مين ياخد معاكي الجايزه؟ اختي. اسمها ايه؟ رباب سعد الخطيب. طيب على البركه ان شاء الله. هنرجع بقى ولازم تقولي انتوا الاثنين عشان تاخدوا الجايزه. ربنا يخليكي. وانت اسمك ايه؟ طب قولي لنا اسمك ايه تاني؟ عبير سعد الخطيب. تمام، يبقى عبير ورباب سعد الخطيب. تيجوا تنورونا ان شاء الله عشان تستلموا الجايزه انتوا الاثنين مع بعض. اوعي تقفلي عشان هيرجعوا ياخدوا منك كل البيانات بتاعتك. نورتينا يا روح قلبي، والف الف مبروك، ويا رب دايما فايزين باذن الله، وان شاء الله الجايات اكتر، وان شاء الله حظ سعيد لباقي مشاهدينا.